الحقيقة، الحقيقة المؤكدة في وسط حالة الفوضى اللي بتحصل في منطقة الشرق الأوسط إن مصر مش بتاعة كلام، وإنها بتعرف تاخد حقها بمعلمة، مش بالتصريحات الفشنك ولا الكلمتين إياهم اللي رجالة قطر وتركيا بيدغدغوا بيها مشاعر اللجان الإلكترونية بتاعتهم اللي مدورينها. قبل 6 سنين كانت البلد دي على فضل كريم. وكانت رايحة في سكة تانية خالص. اللي حصل ان البلد رجعت لنفسها، وكان في مشروع لإعادة إحيائها من جديد. المشروع ده كان بيعتمد على حاجتين، الأول انك تبني اقتصاد يعتمد على نفسه مش على الاستدانة من بره وعلى المعونات، وسلفني كده والنبي حبة بترول ونقلة غاز من عندك عشان بس يعني نمشي بيهم حالنا، نبقى دولة بتشتغل وبتصنع وبتزرع وبتصدر وعندها دخل يأمنها. الاقتصاد المصري الأكثر صمودا في المنطقة أمام الأزمة الحالية. التاني انك تحدث الجيش بتاعك وتجيب له أحدث الأسلحة وتدرب رجالتك عليه. الجيش المصري التاسع عالميا، أقوى جيوش منطقة الشرق الأوسط وفق التصنيف السنوي لموقع جلوبال فاير باور المختص بالشأن العسكري للدول. الحاجتين دول كانوا شغالين جنب بعض، في اقتصاد اتبنى وجيش تم تحديثه. ومسألة الجيش دي كانت مهمة جدا، لأن العافي محدش بيقدر ياكل لقمة. أنت عندك غاز في البحر المتوسط هتحميه بإيه؟ عندك مشاكل على الحدود هتحلها بإيه؟ عندك تهديدات بتحصل في المية ومحدش عارف إيه اللي هيحصل، لكن اللي بيهددك عارف كويس قوي إن سكوتك عليه ودعوتك للتفاوض والتعايش عايش العادل مش ضعف، بالعكس ده قمة القوة. وجود جيش قوي ومدرب وعنده أحدث الأسلحة وأعظم أبطال ده مهم جدا، وخلي ناس كتير كده ترجع خطوات لورا شوية. لما أنت حددت خط أحمر في ليبيا قلت اللي هيقرب منه هيزعل، ووجهت دعوة إن الموضوع يتحل بالاتفاق وبالسلام، العالم كله اتحرك وراه وكلهم أكدوا على كلام، لأنهم عارفين كويس قوي أنت تقدر تعمل. لما تركيا ما لقيتش فايدة من الإرهابيين اللي بتبعتهم وعرفت إن البحرية المصرية لو مش عايزة تعدي سمكة من البحر المتوسط مش هتعديها، كان لازم ترجع لورا شوية. اللي حصل في ليبيا واستجابتهم لكلام مصر والدعوة اللي طالبوا فيها بنزع السلاح وطرد المرتزقة بيقول كلام كتير قوي. أهم حاجة فيه إن مصر دولة محترمة عمرها ما طمعت في حاجة مش بتاعتها، دولة ليها حضارة تاريخ خلاها ما تفكرش تعمل زي تركيا اللي شافت مشاكل في دولة عندها بترول وفلوس قالت تروح تحتلها، وليبيا دي أصلا جنبنا. ومع ذلك كان كل الكلام إننا مش هندخل ليبيا إلا بدعوة من شعبها وهنخرج منها لما شعبها يقول، وإننا مش عايزين حاجة ولا طمعانين في أي حاجة. مصر دولة محترمة بتتعامل بشرف في زمن عز فيه الشرف. كمان اللي حصل بيقول إن مصر دولة قوية بتعرف تاخد حقها وبهدوء، وإن مهما كان أي صوت عالي فمصر عارفة كويس قوي هي عايزة إيه وهتعمل اللي عايزاه.